ماذا يقول ركلة جزاء حكم اللقاء؟ ركلة جزاء مبكرة في شوط المباراة الأول، حكم جريء، حكم خبير، وبيعلن عن وجود ركلة جزاء. نشوفها مرة ثانية، محاولة فيها مسكة والمسك من الأخطاء، وهذه الدفعة الثانية والاحتكاك الثاني، ولا احتكاك في منطقة منع الاحتكاك فيها أبدا، وركلة جزاء لفريق دفنتي راح تشعل المباراة أحباء المتابعين في الدوري الهولندي. ركلة جزاء لفريق دفنتي الحقيقة ستكون صعبة على هينكو. جول جول كوفو، كوفو بيسجل الهدف الأولاني في هذا اللقاء، والهدف رقم 87 شخصي لمع الفريق. جول أولاني من ركلة جزاء بيحتسبها حكم المباراة الجريء الحقيقة، وهدف على يمين حارس المرمى هينك تيمر. واحد لا شيء، واحد لا شيء لفريق دفنتي.